الليلي ومن كل بد بدكن تخفولي نسيب وبشير خان أسعد باشا. لك الله الأماني. إن شاء الله مفكريني أجدب ولا أخوت ولا قليل أعين لحتى أقبل بال 15 عصملية وأتنازل عن الأمان اللي تركها الوالد الله يرحمه. الأمانة شو ما كانت، شو ما كان محتواها، وشو ما كان مبلغها، مو من حقها ولا من حقي كمان. فما الأمانة من حقي؟ لا مو من حقها. لا من حقي مو من حقي. الأمانة ما بتشيلها الجبال، بيشيلوها رجال بزمان خالي. مهما تبحريس مهما تبحريس بيجي يلا تقبرني جاي. هو تقبرني هو محمود هود من ايدي. خير تقبرني ابن عمي؟ باينتك مو على بعضك، باك شي؟ لا ما في شي، مشان شغلة العلامة مو هيك؟ قلت لك ما في شي، خلصت بقى سعدية. امرك ابن عمي امرك. معقولة توصل لهالمواصيل مع ابن عمك المخرز يا معلم عمار؟ والله لزت نفسي ماني مصدق يا ابو حاتم. لا والله لا والله، بس هذا اللي صار لك. حتى هذا الولد اللي عمل حاله تاجر اسطنبولي اعترف بعظمة لسانه. وينه هلا؟ عندي بالزريبة، الشباب حجزينونيك. هالمرة المخرز لازم يتأدب يا معلم عمار، لازم يدفع ثمن كسبه وخيانته غالي كتير. أما بعدين أنا بعد اللي صار خلاص ما عاد اسكت. فضة يا عرب يعني 500 ذهبية اللي أخذهم بالنصب والاحتيال بدهم يرجعوا، أنا فيني ردون بس هي عم بلجأ لكم. ردون أنتم بمعيت الله ومعيت كون. الليلة من كل بد لازم نعمل اجتماع نحط فيه المخرج تحت الحق قدام الجميع على هالفصل الخايس. ماشي، أعمل اللي بتشوفه مناسب. كذب كذب وتجني وافتراء ولعبة من ألعاب ابن عمك عمر، لعبة مرتبها الخسيس مثل عوايده. والأمانة إلى صاحب واحد هو أنت، أنت يا ولد، وغير هالكلام بيكون باطل. طولي بالك يا مو، طولي بالك وصلي على النبي. شو بكي؟ هدي شوي وأنا رح أحكي لك السيرة من أساسها. أحكي مثل ما بدك بس لا شبني سيرة الأمانة يرضى عليك. يا مو أنا بدي أفهم منك وبدي إياك تجاوبيني بصراحة. شو بدك تفهم؟ يعني الكلام اللي قلتي لي اياه اول ما رجعت على الحاره بخصوص الامانه، هذا كلام مزبوط ولا من عندك يا مو؟ الامانه من حقنا وكلام ابن عمك كله كذب وافتراء. انا مصدقك يا مو. روح تكمش التراب يقلب ذهب ويقويك على كل مين بيعاديك يا ابن بطني. السلام عليكم عمي مخرز. السلام ورحمة الله.
مر عمي. بيسلم عليك عمي ابو حاتم المختار وبيقول لك انه ليلي بعثرت لها شيء اذا اردها بده اياك تجي لعنده على ديوان المختاره. شو علي؟ مش ايو؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايوه. كلام ابن عمي عمر كله تجني وافترى وماله مزبوط وبنوب بنوب. انت قد هالكلام لك مخراز؟ اسأل يلي فبرك هالكذبة ووصلكن ياها. هو قد كلامه شي؟ انا بعمري ما قلت كلمة ما طلعت قدها لك مخراز. وشو العلامة عمار؟ شهود. يا لطيف، مين الشهود؟ موجودين ولا رح تشوفهم انت والحاضرين. هات شهودك يا معلم عمار. عن اذنك ولا اجيب الشهود؟ ما رح طويل. لسه ما رجع يا معلمي. معقول؟ طول من قبل اذان المغرب لهلا ساعه ونص بعد اذان العشاء. شو رايح على الحجاز؟ هو ابصر شو صاير معه. روح جيب لي هذا نسيب الارض من جوا قبل ما يجي ظافر. روح. حاضر بامر عيونك. حرك. شباك نسيب موبايل بالبيت. شو موبايل؟ وينه؟ هربان. استغفر الله العظيم. مزبوط يا معلم. مين فكه؟ وينه؟ والله ما بعرف يا معلم. ما بعرف. مين بيعرف يخرب بيتك؟ محرماتي يا معلم، محرماتي. انا طعميته بايدي هدول وتاكدت من ربط الحبل اللي مربطينه فيه. فوق هيك واكدني ذات نفسه انه بدي اعترف بكل شيء. يا معلم الله وكيلها. انت يخرب بيتك صوت وشي. الله يوفقك. يخرب بيتك من حالك انت وظفير. روح لوش يا سمعتني فيك. السلام عليكم. وينك بدك تعني بلاغ؟ وينك لهلا؟ بالخان. الله وكيلك بالخان. وينه نجير؟ معلمي رفقاته قالوا لي انه في واحد اجى على بكره الله واخذ وما بيعرفوا لوين، ولحد ما رجعت من الخان ما كان شايف. يخرب بيتك! ولك كمان انت! يخرب بيتك! يخرب بيتك! صوت وشي. يخرب بيتكم! يخرب بيتكم! شلون ما لقيتهم يا معلم عمار؟ ما بعرف. ما بعرف. يا الله! بس يجي الشهود اللي قال عنهم ابن عمي عمار انا براسي رح اجي لما بتأمروني. هالمره مرقت وبلعناها بمعيه اسيادنا الاعضوات، بس مره تانية لك عمار اذا بتلبسني هيك تهمي باطلي. اذا ما بندمك عليها كل عمرك او دعناكو. فهمنا شو اللي صار يا معلم عمار. لك شو الخيلة هاي؟ مو على اساس واحد من الشهود عندك بالزريبه والتاني راح يجيبوا اجيرك ظافر لك ابني. مزبوط سيدنا مزبوط. ايه وينهم؟ الظاهر ابن عمي المخرز حسن يخفي اثنين يا ابو حاتم. شو هالحكي؟ وشلون حسن يخفي الشهدين؟ ما بعرف. ما بعرف. ما بعرف. ما بعرف. طول بالك وتهدى يا معلم عمار. شغلتك ما بدها ضوجان. شلون بدك يعني مغدوش يا مختار؟ وابن عمي خي البي حسن يضحك علي وحيخليني على الحديده. لا يا ابو ضاي، مو انت اللي بتقول الحكي.
شو بنا معلم عمار؟ وكل الله، انت من يومك قد الحمل. ايه بس مو هيك حمل، لا والله مو هيك حمل. لك الاماني مو ذهبية ولا خمسة ولا عشرة ولا مية، الاماني 500 ذهبية ولازم يرجعوا لصاحبهم يا جماعة. هو ابن عم المخرز حسن يلعب علي اول مرة، ورد حسن يلعب علي تاني مرة، وخفى الشهود، هو اللي خفى الشهود وبده يوديني لاسفل سافلين، ولسه بتقولوا لي حمل وما حمل. والعمل يا جماعة هي شغلة المخرز، شغلة كبيرة كتير، ولازمه فرم على العمل اللي عملها بابن عمه. مش لي يا ابو احمد انه ما في بين ايدينا ولا اثبات يدينه للمخرز؟ شلون ما في اثبات يا ابو حاتم؟ مو كلياتنا كنا موجودين لما اجى هذا السلسلي وادعى بانه تاجر اسطنبولي واخذ الاماني قدامنا. طيب في عندك اثبات يثبت انه هذا الشخص بعته المخرز؟ شوفوا اللي انتوا وياه، مثل ما الله خلقكم بدكم تخلقوا لي نسيب، وهذا الولد تبع خان اسعد بعشر ليله الليله. بس يا معلم. بدون بس مثل ما تحيونت انت وياه ضيعتوه لهدول الاردين، بدكم تجيبوه لهون على زريبه الليله. تحركوا لشوف، ولك شو عم صفنوا، لك تحركوا. عملت على المخرز بسيطة. عمتي بسم الله الرحمن الرحيم. شو بدك سعدية؟ ابن عمي لهلا ما رجع على البيت. وين بده يكون راح رجع؟ ما بعرف يا عمتي، ما بعرف، وبقلبي نار وشعلي. قولي على طول شو صاير معه لحتى تأخر. وينه المعلم عمار؟ ماله بالعادة ما يحضر صلاة الفجر معنا؟ يلا يحفل معه، بيكون من همه وزعله وماله عين يواجه حدا. حسبنا الله ونعم الوكيل على هالنسيب اللي حلت بالرجال. شرفوا على الديوان لنشوف شو بدنا نعمل. ما بدنا نعرف وين أراضيه بالأول. هلا ببعت رمضان وراه بيشوف وينه. شرف. لك أبحده ولهلا ما صار معنا شيء. والعمل هلا لك زافر العمل؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه اني ما راح ارجع لجيب الخبر الاكيد عن هالواطي نسيب. وشلون بدك تجيب الخبر الاكيد ويصلنا من قبل صلاه الصبح لهلا وما طلع معنا شيء؟ ما بعرف. ماك شو بنا أبحده؟ شو بنا؟ بدك يانا نرجع يعني لعند المعلم عمار وعم نخف ايد من ورا ايد من قدام؟ شو بنا؟ وان شاء الله بدك تضل طول الوقت من قرنه لقرنه داير بهالمالكانه هي. شو بتعني؟ يبعت لي حمى. هي صار الصبح وابن عمي لهلا ما بين. طولي بالك تقبريني، جوزك رجال ما بيخاف علي. بس يا عمتي صار له طالع من البيت من امبارح لليوم بدون علم او خبر. ان شاء الله ما على قلبه شر يا مرت عمي. ان شاء الله يكون عمي. بس ابن عمي معه مفتاح ما بيدق على الباب يا جماعه. تعي لنشوف مين. بس مين؟ انا رمضان اجيره للمختار يا اختي. شو بدك يا ابني يا رمضان؟ من بعد اذنك بدي المعلم عمر حاكم عمي ابو حاتم المختار عاوزه بالديوان. المعلم عمر مو موجود لا بالبيت ولا بزريبه. وين بده يكون راح؟ زافر وابو حده شو قالوا لك عمي؟ حتى زافر وابو حده مو موجودين بزريبه. واهل البيت شو قالوا لك؟ اهل البيت عمي ابو حاتم من امبارح مو شايفينه. حتى بطريقي مرقت لبيت ابو حده وسالت اهليته قالوا لي كمان مو نايم بالبيت. والله الشغله بتحير يا جماعه. يا سيدي انا بقول انه المعلم عمر وشغيلته اثنين عم يدوروا على نسيب النصاب واجير الخان. صباحكم عربي بالصلاه على النبي. شو الخبريه اللي سمعناها عن المعلم عمر صحيحه؟ Thank you.
معلم عمر. شو بدك تجيبه؟ هاي جيتها معلمي. شو صار معكم؟ نسيب مختفي من كل الشام يا معلمي. شو هاد؟ نكتنا المرابعين يا معلمي وشو شغيل شغيل وما كنا نلاقي له أثر. تو الفص بالحداب. ولك هالأرض ما راح يطلع من كيوان. ولك وين بده ينهفى؟ بس انتو الله عامي على قلبكم، الله عامي على قلبكم. يا معلمي المخرز لو مو حاسس بالقصة ما كان نسيب اختفى. وهي بحده شعه. اسأله قديش درنا وحرنا وما كنا نلاقيه. ايه يا معلمي متل ما عم يحكي ظافر، بس احنا قدرنا نطبي خوني مرابع كان لاطي لحاله بعيد وقررنا واعترف وقال انه نسيب صار له يومين مباين بالمالكانة. وبعد رجعتنا مرينا على خان اسعد باشا يا معلمي وسألنا عن هذا حسن اشير الخان، كمان الثاني ما له اثر من يوم امبارح. لا فهم وشي دتني بعمل وشي. واحد نصاب ومحتال وقليل اصل. ما خلق يلي بتحكي مع القبض غاي هيك. زين كلامك احسن لك. بعد ولا انت وياه بعيد. احنا مو هيك بنستقبل ضيوفنا ومو هيك بفوتوا رجال على رجال يا عمر بيك. اسمع لك مخرس، اذا بتنطح راسك بالسما كل برغوت اخذوا مني من نصب والاحتيال بده يرجع، وكل برغوت بينعص راح يروح قباله دم. انت عم تلعب بالنار لك عمار. النار شعلت من عندك وراح اخليها تحرق لك باذن الله. بنصحك تاخذ ضرب طريقك وتتحل من هون، والا ورحمه الغوالي ما بطالعك من هون الا محمد. لك لو كنت رجال كنت بتواجهني وش لوش. ما تشتغل من تحت لتحت مثل حريم. اطلع برات الارض لك عمار اطلع. ولك ورحمه امي ولك يلي بيقرب على معلم عمر لعلق على ايده المشروشه. بسيطه صفير. شو عليك مخرز؟ ماشي الحال. الايام بيناتنا بس. ها اذا بنسالك الفصل لحتى يواريني التراب، لك حق اللي بسط الارض ورفع السماء واللي خلق كل مخلوق ان يخلق. ما الحرام ما بيدوم، والدم رح ياكل صاحبه، رح ياكل عيونه وياكل ضناه. بينك وبين ابن عمي عمر يا بي؟ ما في شيء. صباطكن وصلت للسماء وعم تقلي ما في شيء؟ ليش انت كنت؟ كنت وسمعت كل شيء. ما في شيء، شو سمعت يعني ما في شيء؟ انت شو اخذ من ابن عمي عمر يا بي؟ انا ماني اخذ شيء. لكن ليش عم يتهمك بالنصب والاحتيال وعم يطالبك بالمصاري اللي اخذها منه؟ لانه كذاب، ما بيعرف شو عم يحكي. بس انا بعرف ابن عمي عز المعرفه. ماله بحاجة المصاري لحتى يكذب. انت ما بتعرفه منيح، انا اللي بعرفه. يا بي ببوس ايدك، ببوس ايدك تفهمني شو صاير بينك وبينه لحتى وصلاني بيناتكم للشيطان الرجيم. برضاي عليك يا بي، برضاي عليك. تنسى كل شي سمعته اليوم. شلون بدك يعني انسى كل الكلام اللي سمعته؟ والكلام لا بيطلع لا من الغريب ولا من القريب. عبد الحي، عم اقول لك بتنسى كل شي سمعته اليوم. Thank you.
إذا بيصل راسك للسما بدك تحط كل برغوت أخده مني من نصب والاحتيال، وكل برغوت رح ينعص بده يروح عقباله دم. والله وحق اللي بسط الأرض ورفع السماء، وحق اللي خلق كل حي بعمره مال الحرام هذا، والدم رح ياكل صاحبه، رح ياكل عيونه، رح ياكل ضناه. الحرام ميدوم، الحرام ميدوم وبياكل صاحبه. عبد الحي أهلين، شرف شرف فوت. أنت صاحبي؟ معلوم أكيد. لك بفديك بروحي كمان. مسيك على شواربك. خير شو صاير؟ في شغلة بدي أفهمها منك وبدي إياك ما تخبي علي شي منوب منوب. لعيونك أبو عبيد، هك على الموت وحياة عينك. شرف فوت، شرف. ولا تواخذني بهالكلمة عبود، الشي اللي عمله والدك مع المعلم عمر الغريب ما بيعمله. انت متأكد من الكلام اللي عم تقوله يا ظافر؟ انا ذات نفسي اللي خطفت المرابعي اللي كان عامل حاله تاجر اسطنبولي، هذا اللي اخذ الامانة. واعترف المرابعي؟ اعترف بعظمة لسانه وقر على كل الرواية. بتحسن تجمعني فيه لك ظافر؟ لا، لانه هذا المرابعي هو وشغيل خان اسعد باشا اختفوا من كل الشام بعد الحادثة وما حد بين لهم اثر. اختفوا؟ ايه، اساسا لو كانوا موجودين كان والدك اندان وتسرقن بالحبوس هلا. طيب طيب وين اختفوا؟ هاي الشغلة ما بيجاوبك عليها غير ابوك يا عبد الحي. ظافر، بتحلف على المصحف انه كل شيء قلت لي اياه هلا مزبوط؟ بحلف. ليش عمي فايت على البيت مثل المكسور؟ الله ينتقم منه، الله ينتقم منه اللي ما بيخاف من الله. الله ينتقم منه ومن أمه اللي كبرت براسه. لك عدو أن حقه حي ما بيجي من قلبه يعمل هيك مع ابن عمه. كأمانة بهديك الحسفة ياخدها هو وأمه هيك بالكذب والدجال، أنا بحياتي ما سمعت هالسمعة. لازم تفضحه قدام كل الناس. لازم تكمشوا للضابطية حتى يكشفوا سيرة كلياتها. مو بكرة تسكت وتقول أهلي وما أهلي؟ ما عاد في أهل بهالأيام، كل الناس ربي أسألك نفسي. لا تتركهم يروحوا، تعبك وشقى عمرك هيك مثل شربة المي يا عمتي. خلصتوا؟ فشيتوا قلبكم؟ ما بينفش قلبي لحتى شوفهم سرقن بالكركونات، اللي ما بيخاف الله النصاب الحرامي. ما بينفش قلبنا إلا لحتى سلموا بإيدك للحبس هالسرسري هو وأمه. هن كلمتين، يا تمسك معي القصة من بابها لمحرابة، يا أما بدي صرفهم من على وش الأرض. هو هلا كان مشى من أربعة تركانها، حابك منيح، مو مخلي على حاله ولا مستمسك. وأنا لابس لمصيبة وردي عم بيثبت ربي واللي بيجي من الله يا محلى. هينة لك عمتي، والله إنها هينة لو وقفت القصة على المخرز، والله لو وقفت على مية مخرز رح تضل هينة، بس الصعبة هي الأمانة. أنا حاكي كلمة وهي الصعبة، لك هي الصعبة.
وإذا ما بتروح أنت بتفهمها لهالضلالية، بروح أنا بذات نفسي بفرجيها قيمتها قدام كل الخلق وبعمل لها فضيحة إلى أول ما لآخر. سلامة شواربك يا زنت الرجال. كم مستند لدكاكيني ومالكاناتي والصيغة اللي عندي. شو عم تسوي انت لك سعدية؟ خدي رجعيني مطرح ما كان. ورحمة عمي ومرت عمي ووالديني تحت التراب، إذا ما بتاخدهم فلا لي قاعدة عندك بهالبيت. لك من يوم يومك مغرقنا بخيرك وفضلك وكرمك، ولو عمرك طلبت مني نقلة واحدة من عفة تمسك عليك، بس هلأ الشي اختلف وبدك تاخدهم. يعني بدك تاخدهم؟ أنا قلت إيه وإن قلت لا. ولا واحد يقول عنك قليل ذمة وأمانة، ولا تنجاب سيرتك بالعاطل قدام مخلوق إن يخلق. سعدية قومي رجعيني مطرح ما كان، أحسن ما طربع الدنيا فوق راسك وراس البيت كله. إذا بتموتني ما رح رجع ولا أشي، وبدك تاخدهم وتفك ديتك فيهم، يعني بدك تاخدهم. سعدية فهمي فهمي، لازم يهمني. أنا ما بدي أفهم ولا رح أفهم ولا رح أفكر إني أفهم قبل ما توافق تاخدهم. لك سعدية أنا ماني ناقصك، انت شو فكر حالك عم تعملي؟ هدول شو بيطلعوا هدول؟ لك انا اذا ببيع ما فوقي وتحتي ما رح اوصل لحق الامانه. قد ما حصلنا نحصل، واذا بدك تضل معندي ورح مثل الغوالي لاحمل حالي وروح احرد ببيت عمتي وما بقعد بورجيك وشي بنوم بنوم. اللي بسط الأرض ورفع السماء، وحق اللي خلق كل حي بعمره مال الحرام هذا، والدام رح ياكل صاحب، رح ياكل عيونه، رح ياكل ضناه. ظافر ظافر مر معلمي. هاي بيجيك الأدب سيحة تبع باك وقريم على سوق الساقة اللي أرض عليك صرف عيار الدهب ورجع. ماشي تحت طوعك معلم. السلام عليكم معلم عمار. على العافية معلم. يا أهلين وسهلين وعليكم السلام ورحمة الله. شرفوا أخي شرفوا. خلينا نتسر فورا معلم، ما في داعي للقعدة. وأنا من رأي الرضا أفندي، خلينا نمشي دغري. معلش شرفوا ارتاحوا عبي ما يجي الحنطور. شرف سيدي شرف. يا الله يا رب. يا أهلين وسهلين. شرفوا أخي شرفوا. شرف أبو صالح. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف رضا افندي. يا الله سر الدكان بالبزوريه هذا. وهي سند بيت حارت برا. وهي دكان كمان بالسروجيه. وهي هذا نص خان مع دكان جنب منه بالسروجيه. وهي سند مالكاني مع أرض وسيارة بأول جرمانة أخي. إيه بس شايف ما في شي باسمك يا معلم. مزبوط.
كل هالمكانات أخي دولة باسم حرمتي. وكل هالمكانات نظيفة، ما في اشتباه، ما في محاصصة، ما في خلافات يا معلم عمار. لا عمي بإذن الله ما عليها شيء. بدك نزيل على حكم دارية وتأكد بنفسك. وشو طالب أسعار بهالمكانات يا معلم؟ معلم العربجي صار جاهز برا. شرف سيدنا رضا أفندي. شرف صالح. يلا شرفوا أخي شوفوا المكانات على الأرض بعدين نحكي بالأسعار. شرف سيد راج. شرف تفضل سيد. شرف تفضل. هاي الدكان. شلون شفت لي المحل؟ تكلنا على الله. ان شاء الله بالهنا مبروك. الله يهنيك يا رب. تشرفنا والله. الله يخليك يا رب. الله خاطرك ابو احمد. الله معك ابو سليم. الله معك ابو احمد. طمني على احوال معلم عمار. والله حالته ما بتطمن يا ابو فخري. يا لطيف ليش؟ لك شو ليش؟ واحد عم يبيع مع فوقه وتحته مرته ليسدد قيمه الامانه، راح يكون مبسوط يعني؟ بس الحمد لله هو وحرمته عندهم هالمالكانات والدكاكين والاراضي، هذا بيسدد 10 امانات ابو احمد. مين قال لك الحكي؟ قول الله يستر ما يبيع اوعي رجال. يا لطيف الله اكبر. على كل الاحوال ابو احمد انا رقبتي سداده اذا طلب مني شيها. ما بتقصر يا ابو فخري. بس يرجع هذا معصوف الرقبه ماجد. قل له خليه لحالي على الديوان. تكرم عيونك ابو احمد. عن جد بعت الدكان يا ابو نوري؟ عم تمزح ابو نوري؟ اي نعم بعت الدكان. غريبة اني بيع الدكان. معلوم غريبة. شلون بدك تعيش؟ منين بدك تاكل وتشرب؟ لك سأل يا ابو نوري سأل. قول راح تبيع الدكان، مو تتصرف من راسك هيك تصرف. زنت وحسبت وقلبت بعقلي ولقيت انسب حل اذا بدي وقف بجنب المعلم عمار بهالمحنه هي اني بيع الدكان واقدم له حقه، لانه ما في حيلتي غير هالدكان وهالبيت يا اسيادنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي ابو نوري هون. عجبك ابو احمد؟ طلع صاحبك ابو نوري بايع دكانته مشان يعطي حقه للمعلم عمر. يا سيدي اذا هالكلام مزبوط بيكون تصرف ناس كرام اولاد اصول. اي نعم مزبوط. بكره رح اسلم الدكان واستلم المصاري ان شاء الله. يا سيدي الله يبارك فيك ويعوض عليك. هالوقفه هي بتنكتب لك بحروف من ذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني وين المعلم عمر يا رمضان؟ ليش ما اجى معك؟ شغيته قالوا لي انه المعلم عمر راح معرض افندي مشان يورجي الاملاك اللي بده يبيعه اياها، وبس يرجع بده يبعثوه لهوني. طيب صب لنا قهوه يا رمضان. امرك معلم. اللهم قلت وقولك الحق، من يعمل سوءا يجزى به. طلع الولد قليل بايقه. يخرب بيته، لك حدا بيعمل هيك عمله مع ابن عمه؟ ابن عمه يا جماعه، ابن عمه المعلم عمر يلي بيزين مدن وممالك بالمرجله والقدعنه، بدكم ياني ما بيع دكانتي من شانه؟ مستعد بيع دكانتي وبيتي واخسر كل شيء من شان المعلم عمر. والاخوان كمان ما قصروا يا ابو نوري، ما قصروا منوب. كل واحد عمل يلي عليه. فصل المخرز ما بيروح عن بالي يا جماعه. المصاري بتروح وبتجي يا سيدنا. بس رحمة الأولى والصالحين لحتى ما خلي مخلوق إنه يخلق من الحارة يرمي عليه السلام للنصاب المحتال، وخليه عبرة لمن يعتبر، ولا حدا ياخد منه ولا حدا يعطيه ولا حدا يشافله بتاتا. بدي أحرمه يمرق من الحارة. 350 دهبي. هاي حق كل شيء بعناه من طرفي من طرفك يا سادي. الحمد لله ابن عمي، الحمد لله اللي وصلنا لهون. تأمل كثير تقبرني، ما بقي إلا القليل. قول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ما قلنا شيء. بس كمان لك عندي والله المبلغ الباقي مو قليل. لا والله مو قليل ابنه. بتهون ابن عمي بتهون، يروح كل شيء وتبقى لنا انت سالم. طول بالك تقبرني، اهدى الا ما يلتقى له حل. شلون لك عمتي شلون؟ شلون الوقت لاحقني الحموم؟ شلون؟ ايش كان كل ما كانت سعديه اللي كانت عندهم منها، وكل ما كاناتي وكل صيغتك وكل صيغتها وصيغه ما هي بتاخذ فوق منها، ولسه باقي 150 ذهبيه. العشاء جاهز مرت عمي.
اهدى تقبلني، اهدى وطول بالك. يلا خلينا نطلع ناكلنا شيء الا ما نهتدي لحل. ربك كريم وان شاء الله ما بيسود وشك وتقبرني كلك لامي. انا حبي البيت. تبيع البيت؟ وين بدنا نسكن؟ بالحواية؟ وين ما كان انا مستعد اسكن بخيمي، بس لا اخوف من الكابوس اللي قاعد على سطح المصعد ولا ينعل عني كلمه خوان. شو رح يجيب لك حق البيت؟ قد ما جاب يجيب عمدي، قد ما جاب يجيب. المهم قبل الموعد المحدد لازم يكون بين ايدي انا 500 ذهبيه. 500 ذهبيه لازم. بس شو عندك حل ثاني يحكي؟ انا مو قصدي ابن عمي، بس والله مستثقله بعت هالبيت. يعني مالك مستثقله ان انا عمي عديم امالي وخوان؟ اعوذ بالله تقبرني، موت ولا اسمع عنك هيك حكي. يوم ما بقي لنا غير هالبيت، نكون منروح بحالنا اذا باعوا لك عمتي. طولي بالك تقبرني، طولي بالك. صباح رباح، ما راح اخليه يبيع البيت لو شو ما كان، وبكره بتشوفي. يلا روحوا يا حبيبي. يا رب يا رب. هذا البيت ما بيجوز ينباع ابدا ابدا. الحمد لله كل اهالي الحاره بصروا، وهالشي بدل على محبتهم لك. والجميع ايدوا عريضه ابعاد ابن عمك المخرز عن الحاره. وقسما عظما لو ما كان المخرز ابن عمك لكنت ساويت فيه شي ما بينساه طول عمره بزمان. لكن اللي كاسر ايدنا ورجلنا انه قرايبك. شو الفائده اللي راح راح؟ وهذا الشيء رح يكون ساري المفعول اعتبارا من بكره. ولحتى ما يصير بالشغله شط ومط واخذ وعطا، رح يتم البلاغ عن طريق الضابطيه. شرف سيد راسين نشوف القصور. لا لا ما في داعي. شو طالبين حق البيت اختي؟ انت بس تعتمد يا اخي، ما بنختلف. تفضل سيدي. غسل وشك هيك وصعصع شوي تعال عمنهم يا عوزك. يا امرك خير ان شاء الله. حنا عليك يا ظافر بيان ابو سعد زمان على صلاه الصباح. بدي اياك توضب حالك من هلا، تروح تصلي بالجامع تبع الحاره، بعد منها تطلع بتشد بوشك على البادي على الفراس عند ابو شهده. خير معلي؟ خير لا خير كله خير. الله يرضى عليك يا ظافر. بدي اياك تقول لابو شهده يدبر لنا بيت الطرش تبعنا اللي عنده منه باسرع وقت وكيف من كان. شو هالحكي معلمي؟ ولو غير نحن شو بدنا نشتغل؟ عميل هلا مثل ما قلك. أمرك
وبتفاهموا بجمعة زمان بدي حق الطرش كلياته عند مني هون شندي. صار معلم صار. اوعى ترجع بدون ما تكون موصل له اشياء لعصافير. استغفر الله يا معلم على دمي والله. ولو انه راح تروح روحي ورا بيعة هالطرش. خلصت بقى لك زافر الله يرضى عليك. اعمل مثل ما عم اقول لك ولا تاخذ تعطي معي روح. امرك معلمي امرك. زافير لا تخاف انت وكل الله. جوازتك ماني ناسي انا وحياة عينك شي اللي عم يصير مع مني يوم كوم وجوازتك بين رقبي كوم تاني. الله يسامحك يا معلمي. انا مستعد كل الدهر قاعد بلا جواز بلا اكل بلا شرب بس ما اشوفك زعلان ومقهور ساعه واحده. تكل على الله روح. وعم بيقولوا انه مو بايام من املاك ابن عمك عمر غير هالزريبه يلي عايش فيها حتى طرش الغنم بايعه. حتى عمتي ام صادق بايع البيت اللي هي ساكنة فيه ومقدمة حقه لابن عمي عمر واحتمال كبير يبيع البيت اللي هو ساكن فيه كمان. وما ضل حدا بالحارة من كبيرها لصغيرها إلا ما راح لعند ابن عمي عمر وقدم له المساعدة إلا نحنا. حتى جدي أبو نوري بايع دكانته بما فيها من زيت وسمنة ومقدم حقه للمعلم عمر. الله يثبت علينا العقل والدين يا حق. وكل الخلق بالحارة عم يقولوا إنك أنت ورا كل مصايب ابن عمي يا بي. أنا؟ ايه قصدي هيك عم يقولوا الخلق بالحارة. كذب وافتراء. ابوك اشرف من كل يلي عم يحكوا عنه. من بعد اذنك ستي كلامك هذا كله مو مزبوط ومنوب. See you.